الحكومة نفت إنه في سبائك مغشوشة في الأسواق. سبائك إيه؟ أكيد مش نحاس، سبائك ذهب. وحطوا مجموعة من النصائح الهامة عموما للمواطنين في عمليات البيع وعمليات الشراء. معانا على التليفون ذلك الرجل أو هذا الرجل الرائع الهمام، صديقنا وحبيبنا دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب. أهلا بك يا دكتور ناجي. ازاي حضرتك؟ كله تمام؟ ربنا يخليك على المقدمة. يا رب يخليك يا دكتور ناجي. دكتور ناجي، الشائعة انتشرت، الحق في سبائك مضروبة في السوق، الحق مش عارف ايه، كلام من ده. والحكومة قالت يا جماعة مفيش كلام من ده. اطلاقا مفيش يا استاذ يوسف، احنا الذهب المصري سواء مشغولات او سبائك بيتم مراجعته تماما في مصلحة الدمغة والموازين، وبيتختم باختام واضحة سواء عياره 18 21 24، فالكلام ده عارف تماما مش صح، يعني سواء سبائك او مشغولات. لا، الكلام الذهب المصري عالميا معتمد. ده احنا دلوقتي بقى في شركات كتير قوي مصريه واخده الايزو الذهب، بحيث ان الذهب يتداول كمان خارج مصر ومعتمد عالميا كمان. طب ده شيء عظيم. انا هنا وانا بتكلم مع دكتور ناجي فانا عندي يعني مصداقيه بنسبه 100%. انا بتكلم مع رجل من عائله تعمل بصناعه الذهب لاجيال، فحضرتك عارف السوق، مش بس مستشار لوزير التموين لشؤون صناعه الذهب، عارف السوق. فانا اخدها كده كلمه ثقه، دكتور ناجي قال مفيش سبائك مضروبه يبقى مفيش سبائك مضروبه. هو حضرتك بس بننصح الناس بدل ما تقبل على السبائك والجنيهات، ان الست المصريه الجميله تقدر تشتري مشغولات، ودي اجرتها النهارده صدقني تقارب السبائك والجنيهات وفي بعض الاحيان اقل، فتقدر تستمتع بيها. وفي نفس الوقت هو ذهب برضه وقت ما بتحب تسيله بمنتهى السهوله زي السبائك والجنيهات. وسوق الذهب في مصر يعني سوق سيف تماما وتحت الكنترول تماما من وزارة التموين. ما الناس بتخاف يا دكتور تقول بلاش اشتري ده مشغولات عشان هخسر مصنعية، خليني في السبيكة. في مشغولات اجرتها قريبة خالص واقل كمان من السبائك والجنيهات، فهنا يعني بتحقق هدفين في نفس الوقت. الهدف الاول اللي تستخدمها وتستمتع بيها، وفي نفس الوقت موجودة معاها يعني وقت ما بتحب هيها ده ذهب وده ذهب، مفيش فرق بينهم تماما. طيب عظيم جدا. طب دكتور ناجي على ذكر صناعة الذهب، مش عايز افوت الفرصة دي، هل احنا عندنا في مصر، انا ما فهمش المصطلح قوي، يعني انه احنا يبقى في عندنا جهة لتنقية وتكرير الذهب حتى نحصل على سبيكة 3.9؟ موجود يعني في مصر في مدفاة انشئت بجوار مرسى علم، وديت يعني بتنتج الذهب فاين بيور جولد اللي هو معتمد عالميا واللي هو واخد الايزو بحيث ان السبائك تتداول في جميع دول العالم. حلو قوي ده. في مصر صناعه الذهب يا استاذ يوسف، وانا دايما احب اقول كلمه صناعه الذهب. الذهب أيوة. ليس كماليه، الذهب احتياط استراتيجي للافراد وللدول. ومصر يعني البنك المركزي مشكورا جد في زياده الاحتياط الاستراتيجي من الذهب، وده بيدي قوه تنويع المصادر بدل من الاتكال فقط على الدولار. صح. ودي من احد الافكار الرائعه جدا جدا، ان انا مش هركز بس على، لا انا هركز على الدولار والذهب على غير الدولار كذهب وكعملات اخرى، بحيث يبقى عندي مشتقات اخرى اقدر اعتمد عليها. اصل انا فاكر كنا زمان بنبعت لكندا اظن، صح؟ تمام. عشان لا دلوقتي الريفاينري بيتم في مصر جدا، والذهب المصري يعني سمعته عالميا مش في كل دول العالم فوق الممتازه، والرقابه اكثر من رائعه ومحكمه تماما. والذهب ما بيزعلش حد يا استاذ يوسف، ودايما كل ما نقتنى الذهب يعني حتى في الاسعار اللي احنا فيها دلوقتي يعني الذهب هنجد ان ارتفاع سنوي اكثر من 35% تقريبا. يعني ممكن يوصل لحاجات زي كده. لكن وجود الريفاينري المصري ده اخيرا اللي موجود في مرسى علم، ده من شانه انه ينشط الصناعه،
الصناعة أكيد طبعا مش بس أكيد التجارة، طبعا. وإحنا صناعة عندنا في الذهب. مصر برضو أكثر من 100 موقع يصلح، زي موقع زي السكري، وبإذن الله دولة آخذة إن إحنا نهوض بالتنجيم وإنتاج السبائك الذهبية اللي يعني فعلا فعلا بتدي قوة. كل ما رفعت الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب طبعا للبنك المركزي كل ما اديت قوة أكثر للجنيه. يا مسهل الحال، نتمنى ان احنا نشوف حضرتك قريب يا دكتور. ان شاء الله جدا يا تنورنا ربي وتشرفنا، كل الشكر ليك دكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعه الذهب. شفتوا انتوا جبت لكم خبر حلو، يعني ان احنا عندنا، مش كلنا كنا عارفين، انا ما كنتش عارف ان احنا عندنا ريفاينري موجود في مرسى علم ومعتمد دوليا. خلي بالك وجود ريفاينري اللي هو المكان اللي بيتم فيه تنقية الذهب من كافة شوائبه حتى الوصول الى الست تسعات اللي هم 3.3 تسعات، ده بيحتاج اعتمادات كتير جدا ومراجعات دولية كتير جدا. فلما بيبقى خارج من عندك المنتج المصري معتمد دوليا، ده يفرق كتير مع الصناعة. طب يعمل ايه كمان؟ ده يشجع أكتر أكتر المعدنين اللي هي شركات التعدين الكبيرة، مصرية كانت أو عربية أو أمريكية أو دولية، والشركات دي أغلبها بيبقى شركات متعددة الجنسيات، يعني إنها تشتغل أكتر جوه مصر بقلب جامد، لأنه عارف إنه تكلفة التنقية بتاعته قلت شوية، بدل ما هيبقى فيه عنده التكلفة بتاعت الشحن إلى كندا والشحن مرة تانية من كندا إلى القاهرة، لا هو كده إيه؟ قلل هذه التكلفة. تيجي تقول لي يا يوسف التكلفة دي كبيرة ولا صغيرة؟ هقول لك هي مش كبيرة ضخمة لكنها تكلفة. فده بيشجع أكتر شركات التعدين عن المعادن النفيسة إنها تيجي تشتغل عندنا هنا في مصر. وكفاية إنه هيبقى مختوم ختم مصري باعتماد دولي، ده لوحده بالدنيا يا أخي.